احتفلت قواتنا المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها اليوم بالذكرى 55 لثورة 8 آذار التي جاءت تتويجاً لنضال حزب البعث العربي الاشتراكي وتعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب السوري ونضاله ضد التبعية والتخلف والاستغلال، حيث ألقى قادة الوحدات والمنشآت العسكرية بهذه المناسبة كلمات تحدثوا فيها عن ذكرى 8 آذار التي أسست لمرحلة نضالية مشرقة عبر تغيير ثوري شعبي هادف لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي. وأشار القادة في كلماتهم إلى الدور الكبير الذي اطلعت به سوريا بعد ثورة 8 آذار في مواجهة المخططات الاستعمارية، والذي بسببه تتعرض اليوم إلى حرب إرهابية تقودها دول الغرب الاستعماري وعملاؤها في المنطقة. وأوضح القادة في كلماتهم أن الانتصارات التي يحققها شعبنا الأبي على الإرهاب وداعميه ما هي إلا دليل على وعيه وانتمائه الوطني وتلاحمه مع الجيش العربي السوري البطل الذي يسطر أروع ملاحم النصر والكرامة في الذود عن الوطن وإعلاء رايته. وفي ختام كلماتهم عهد القادة شعبنا والسيد الرئيس الفريق بشار الأسد على أن تواصل قواتنا المسلحة مهامها الوطنية في ملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة حتى القضاء عليها وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. وبهذه المناسبة أقيمت العروض العسكرية والرياضية التي أظهرت مستوى الاستعداد والجاهزية واللياقة التي يتمتع بها مقاتلون البواسل في التعامل مع جميع الحالات التي تفرضها طبيعة الحرب الإرهابية على سوريا. كما قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهور عليها وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وقام اللواء قائد القوى البحرية مع مجموعة من ضباط القوى البحرية بزيارة ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في القرداحة ووضعوا أكاليل من الزهر على الضريح وقرأوا الفاتحة على روح القائد المؤسس.